وفي خبر عاجل أفادت مراسلتنا بوقوع 4 إصابات طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ على منزل في طول كرم جراء اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من لبنان. إذن هو العاجل الذي أفادت به مراسلتنا قبل قليل بوقوع 4 إصابات طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ على منزل في طول كرم جراء اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من لبنان. إذن في خبر عاجل أفادت مراسلتنا بوقوع 4 إصابات طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ على منزل في مدينة طول كرم جراء اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من لبنان. هذه الصور قبل قليل فيما يبدو أنه للموقع الذي سقطت فيه شظايا الصاروخ الذي اعترضته القبة الحديدية وأطلق باتجاه إسرائيل وسقط في مدينة طول كرم ونجم عنه 4 إصابات.